مطار القاهرة الجوي بنعتبر من أحد المطارات الدولية اللي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي الدولي، ودي شهادة ما بيحصلش عليها غير المطار المتوافق بيئيا واخد كل الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها محليا ودوليا. الراكب على مستوى من ساعة ما بيوصل مطار القاهرة له مراحل في السفر، بيبدأ بداية من وصوله ودخوله إلى باب مطار القاهرة الجوي، بيقابله مباشرة عند وضع الحقائب بتاعته، كاميرات السيرمال اللي بتقيس درجة الحرارة بتاعته، في ناس منسقين واقفة 24 ساعة بتمنع أي تقارب ما بين الركاب. إجراءات للتطهير والتعقيم والوقاية بتبدأ الحقيقة بإن احنا بنطهر سلم الطائرة اللي الركاب بيطلعوا ينزلوا عليه، ثم الطائرة بالكامل. الحقيقة في طريقة لتعقيمها، احنا بنبدأ الطائرة، الحقيقة المسؤول عن تعقيم الطائرة بيعقم الطرقة أو الممر أساسا بتاع الطائرة من الأول للآخر. بنركز طبعا على الأماكن اللي فيها الجالي اللي هو المكان اللي بتحضر فيه الأكل، على الترابيزات اللي الركاب بياكلوا عليها، كل حاجة في الطائرة بتتعقم. آخر صفين دول مخصصين للحالات المشتبه فيها. أول ما الطيارة بتوصل مطار القاهرة بيبقى مطلوب منها إنها تقدم لي ما يثبت إن تم تطهير وتعقيم الطيارة قبل ما الركاب يركبوها في البلد اللي هي جاية منها، ولستة بأسماء الركاب والجي دي بتاع الطيارة. كل طيارة جاية بتبقى معاها لستة تانية بأسماء القادمين من بعض الدول اللي فيها الفيروس المتحور. بنقوم بفصل الركاب دول عن باقي ركاب الطيارة، وبناخدهم هنا في العيادة بتاعتنا، وبنبدأ نعمل مسحة ونشتغل على أجهزة الاي دي ناو، وبنبدأ نعمل التحليل اللي بيقعد حوالي 15 دقيقة وبتظهر نتيجته. إذا ظهرت النتيجة سلبية بيكمل دخوله جمهورية مصر العربية بدون أي مشاكل. لو ظهرت إيجابية، لو هو مش مصري، بيتم عودته على نفس الطيارة اللي هو جاي عليها المكان اللي هو جاي منه. إذا كان مصري وثبت إنه هو إيجابي على جهاز الاي دي ناو، بناخد له مسحة ونبعتها على المعامل المركزية عشان نشوف نتيجة البي سي آر بتاعه. إذا كان إيجابي بيتم تحويله على مستشفى حماية العباسية. I think the precautionary measures have been quite good at the airport here in Cairo. I haven't seen so many masks in a long time, so it seems to be good, but of course it comes down to each individual to respect the rules, so I think all of us have a bit to do there. المضيفين كانوا كلهم يعني بيساعدوا الكل، وكانوا لابسين البدل والماسكات والجوانتيات وكل حاجة، بصراحة كانت ممتازة ونظيفة. And I've arrived at Egypt Airport today. Very great experience. First time coming here at Cairo. Staff were very helpful. The procedure was very straightforward, very smooth, and very simple to follow. And yeah, very happy with the way we've been dealt with. There was no waiting around, not much waiting around. And hopefully should have a result in the next 10-15 minutes and then ready to go. صراحة الإجراءات في مطار القاهرة ممتازة جدا، وبالنسبة لموضوع يعني فيروس كورونا، الإجراءات الاحترازية في الطيارة كانت ممتازة جدا. الجروب الكامل في الطيارة كان يعني ملتزم في اللبس الوقائي والإجراءات الوقائية كلها كاملة. كل لبس الماسكات وتابع عملوا التعليمات، الحمد لله رب العالمين. فاهمين ولابسين ماسكات، عارفين ان التعليمات لازم كده يعني. المذيعات كانوا لطيفين كويسين خالص معايا، يعني مسكت ايده وقعدتني وبكل احترام، انبسطت كثير والله الحمد لله رب العالمين. في تباعد، في تنسيق، وفي اجراءات سلامه من بدايه الطياره، وفي المطار ترتيب، الحمد لله رب العالمين. والله طبعا بدايه ما نزلنا من الطائره كانت الاجراءات كويسه جدا، كان في تباعد اجتماعي بشكل ملحوظ وحاجه جميله جدا. اجراءات ترازية كويسة جدا جدا، يعني مصر ما شاء الله تبارك الله، يعني ربنا يحفظها. أكيد إنه الإجراءات الاحترازية من بلد لبلد حاجة أكيدة بتضمن سلامتي أنا في الأول، يعني إنه بتأكد على القليلة إنه ماشية في أمان. يعني في يد مساعدة كتير، يعني يمكن أنا ما بعرفش الخطوات، بس في إيدين بتساعدني من وقت ما دخلت لغاية دلوقتي، فأنا مش حاسة إني مش لوحدي يعني. Of course, it's a time of maybe lower air traffic at the moment, but once we get the vaccinations going globally,
I think Egypt is as good place as any to visit in the future as well. So you're welcome. Thank you, Egypt.